تشير الدلائل على أنه هذا المصحف أصغر مصحف كريم في العالم من خلال الزيارات اللي تمت عندي من المسؤولين اللي هو بال 1901، أنه الدول اللي كانت عندها مطابع في هذا الحجم تطبع من ثليك مصاحف هي الدولة الإيرانية أو العثمانية الأتراك، فهذا أكدوا أنه مطبوع في عهد الدولة العثمانية اللي هو 1900.